مشاهدي قناه شرق شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه بوزنيقه. كيف ما كنتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، لحظات قبل وصول وزير التعليم من اجل انه غادي يشن احد المؤسسات التعليميه هنا يعني في مدينه بوزنيقه. كيف ما كنشوفوا حضور شخصيات بارزه، حضور فعاليات ديال جماعه بوزنيقه، حضور رئيس جماعه بوزنيقه اللي بحداته حتى هو حاضر باش انه يدش اليوم يعني مؤسسه من المؤسسات اللي كاينه هنا في بوزنيقه. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، استنفار امني كبير، حضور عناصر الامن الوطني، حضور عناصر القوات المساعده، استعدادا لتنظيم يعني احنا الافتتاح اكبر المؤسسات هنا في بوزنيقه. كيف ما كنعرفوا ان مدينه بوزنيقه كتعتبر من بين اجمل المدن المغربيه، مدينه بوزنيقه اللي عطات واحد الصدى كبير، المغرب كله ولا كيتكلم على هذه المدينه هذه باعتبار انها ولات مدينه سياحيه، الكل كيتكلم على مؤسسه بوزنيقه، مؤسسه لاحد المؤسسات اللي غيتم افتتاح ديالها اليوم. كما كنعرفوا من بعد ما مدينه بوزنيقه عطات صدى كبير، لا بالنسبه لمهرجان السينما، لا بالنسبه للشواطئ ديالها، يعني بزاف ديال الناس اختاروا مدينه بوزنيقه انهم يجوا لها كواجهه سياحيه اليوم. كما كنشوفوا معنا في هذه اللحظات استنفار امني كبير، حضور قوي لعناصر الامن الوطني اللي في هذه اللحظات غيحاولوا انهم يسيروا الطريق يعني لحظات قبل الوصول يعني وزير التعليم. كما كنشوفوا معنا المشاهدين المتتبعين يعني بقاو معنا المشاهدين الكرام، كنقربوكم من التفاصيل. كما كنشوفوا استنفار امني كبير، حضور قوي لعناصر الامن الوطني بمعيه عناصر القوات المساعده اللي كيحاولوا انهم يواكبوا ويسيروا يعني العمليه ديال اصلاح الطريق. كما كتشوفوا معنا المشاهدين المتتبعين، فبقاو معنا يعني على بعد لحظات من وصول يعني وزير التعليم. كما كتشوفوا معنا المشاهدين المتتبعين، استنفار امني كبير، حضور قوي لعناصر القوات المساعده، لحظات كما قلنا على وصول وزير التعليم. كما كتشوفوا معنا المشاهدين المتتبعين، فكنتمنى منكم انكم تبارطاجوا اللايف هذا على اوسع نطاق لجميع الناس يعني يشاهدوا هذا المباشر هذا ويشوفوا لحظات قبل وصول وزير التعليم الاول. كما كتشوفوا معنا اللي على بعد لحظات من وصوله الان غادي يدشن جوج المؤسسات، المؤسسه الاولى هي في نواحي بن سليمان والمؤسسه الثانيه هنا في مدينه بوزنيقه. وكما كتشوفوا معنا يعني لحظات استنفار امني كبير، حضور قوي لعناصر الامن الوطني، حضور قوي لعناصر القوات المساعده اللي واقفين على قدم وساق باش ينجحوا هذا الافتتاح هذا. كما كتشوفوا معنا المشاهدين المتتبعين، يعني على بعد لحظات يعني من تدشين مؤسسه تعليميه هنا جماعه بوزنيقه. يعني كما كنشوفوا ان اليوم تم تدشين جوج ديال المؤسسات، غيتم تدشينها الاولى هي في بوزنيقه، الثانيه الاولى في بن سليمان عفوا، الثانيه غيتم تاسيسها هنا في جماعه بوزنيقه. كما كنشوفوا حضور يعني جوج فعاليات المجتمع المدني، حضور يعني رئيس جماعه بوزنيقه اللي واقف حتى هو بحد ذاته باش انه يدشن اليوم هذه المؤسسه التعليميه، المؤسسه اللي غادي تكون يعني مؤسسه اللي بخصوصيات رائعه، هي مؤسسه علوم عموميه اللي فيها بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الامتيازات اللي تمتاز اليوم هذه المؤسسه هذه، باعتبار غادي يكونوا فيها يعني اجهزه الكترونيه، غيكونوا يعني معدات يعني غتجهز معدات رائعه. فما علينا الا نتمنوا التوفيق للتلاميذ. كما كنتشوفوا معنا مشاهدينا المتتبعين، يعني ما علينا الا نتمنوا التوفيق لجميع التلاميذ، ما علينا نتمنوا التوفيق لجميع يعني التلاميذ اللي غادي يقراوا في المؤسسات التعليميه هذه السنه هذه. ففي هذه اللحظات كنشوفوا انهم كيستعدوا باش انهم يدخلوا يعني التلاميذ يستعدوا اليوم وكيستعدوا انهم يدخلوا المؤسسات ديالهم. بزاف ديال الناس غادي يتجهوا للمدارس ديالهم. كما كنعرفوا ان اليوم اثنين هو يوم الافتتاح. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا المتتبعين، اليوم الوليدات غيدخلوا المدارس ديالهم، اليوم الوليدات غيكملوا الدراسه ديالهم. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شرق شوف تي في، لحظات يعني على وصول الوزير الاول وزير التعليم. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا المتتبعين، فكنتمنوا منكم انكم تبارطاجوا هذا اللايف هذا على اوسع نطاق. فكما كتشوفوا استنفار امني كبير، حضور قوي العناصر القوات المساعده، حضور قوي العناصر الامن الوطني اللي كيقوموا بمجهودات جباره باش انهم يواكبوا ويامنوا حركه السير هنا. كما كتشوفوا معنا يعني بزاف ديال الناس كيتسناوا وصول الوزير الاول وزير التعليم. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني استنفار امني كبير، حضور قوي، يعني كما كتشوفوا في هذه اللحظات رئيس جماعه بوزنيقه حاضر واقف على قدم وساق باش من اجل استقبال يعني وزير التعليم الاول. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا المتتبعين، يعني لحظات قبل وصول الوزير، استنفار امني كبير، حضور عناصر الامن الوطني، حضور عناصر القوات المساعده من اجل الشيء كامل في انتظار وزير التعليم الاول من اجل انه يفتتح مؤسسه من مؤسسات التعليم يعني الابتدائي. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا قناه شرق شوف تي في، الى هنا مشاهدينا نصل لنهايه البث، على ام نلقاكم بعد قليل يعني في وصول وزير الاول وزير التعليم. شكرا والى اللقاء.